إضراب عن العمل، إغلاق الشوارع، والسبب تمرير ماكرون قانون التقاعد دون تصويت النواب وإعلانه أن القانون سيدخل حيز التنفيذ أواخر هذا العام. وسائل إعلام فرنسية وصفت ما يجري في فرنسا بالخميس الأسود. الأكيد هذا المصطلح أعاد إلى أذهانكم حادثة تاريخية، فما هي يا ترى؟ ولماذا أطلقوا عليها الخميس الأسود؟ في خميس 24 أكتوبر 1929 بدأت بورصة وول ستريت الأمريكية بالانهيار بسبب ارتفاع عرض الأسهم وانخفاض أسعارها لأدنى مستوياتها، لتنهار سوق الأوراق المالية الأمريكية تماماً بعد 5 أيام، وعرفت بفترة الكساد الكبير بسبب عجز الحكومة الأمريكية عن زيادة السيولة المالية في الأسواق. ولم يقتصر تأثير تلك الأزمة على أمريكا فقط، بل امتد لمختلف أنحاء العالم وتحديداً الدول الأوروبية،